يسعدنا ويشرفنا الاجتماع بسموكم في بيتكم، جعله الله عامرا بالأفراح والمسرات وبعيدا عن الشرور والآفات. واستأذن سموكم بالترحيب بسمو ولي العهد حفظه الله، راجيا من الله أن يمتعكما بالصحة والعافية ويبقيكما ذخرا للكويت. وأرحب كذلك بمعالي الأخ الكريم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر وسمو رئيس مجلس الوزراء وأخواني وأخواتي الوزراء. سيدي سمو الأمير، بداية أتقدم لك بالشكر الجزيل والثناء الجميل على ثقتك الغالية يوم حملتنا الأمانة والمسؤولية، إيمانا منك بقدرتك أبنائك على العطاء وخدمة الوطن. وفوق هذا سيدي، لن تتركنا وحدنا في مواجهة تلك الأمانة الثقيلة والمهمة الكبيرة، بل كنت لنا العون والسند بنصائحك السديدة وتوجيهاتك الرشيدة، فترفع همتنا وتنير طريقنا وتزيل همومنا فنحقق أهدافنا بأيسر السبل وأنفعها. سيدي سمو الأمير، أدعو الله أن لا يخيب ظنك فينا وأن ترى من خدمتنا للكويت ما تقر به عينك ويشرح صدرك. سيدي سمو الأمير، بالنسبة لوباء كورونا أحب أطلع سموكم على الأوضاع من بداية انتشار هذا الوباء في نهاية 2019 إلى هذا اليوم. ظهر الوباء سموكم في الصين في مدينة ووهان، وتم اكتشاف الفيروس في أول أسبوع بعد مضي أول أسبوع من 2020. بعد يعني اكتشاف هذا الفيروس، قمنا يعني في مجلس الوزراء الموقر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوقعنا لانتشار مثل هذا الفيروس واجتياح العالم. طبعاً فيروس كورونا سموك هو فيروس من سلالة معروفة تصيب الثدييات بالسابق، وانتقلت عبر السنوات من 1960 بمختلف السلالات إلى يعني البشر، منها ما يسبب إصابات بسيطة ومنها ما يسبب إصابات شديدة، مثل ما كان عندنا فيروس ميرس في 2012 وفيروس سارس في 2003 اللي سبب يعني كثير من الوفيات في هذاك الوقت، ولكن كان انتشارهم محدود في هذاك الوقت. اليوم نواجه كورونا جديد، سرعة انتشاره سريعة يعني غطى جميع قارات العالم وانتشر في جميع بلاد العالم. سموك، في بداية أو على نهاية فبراير 2020 قمنا بعمل إجراء مع القادمين من بعض البلدان العالم بعمل الحجر الصحي الإلزامي يعني توقعنا بانتشار المرض في تلك البلدان، ومن بعدها قمنا بعمل إجراءات مشددة لجميع يعني البلدان العالم القادمين، كون المرض أصبح وباء عالمي وانتشار عالمي. الوضع الحالي في دولة الكويت سموك، الوضع إن شاء الله تحت يعني السيطرة، هناك بعض الحالات التي يتم يعني متابعتها بشكل يومي مع المخالطين للحالات المؤكدة، والحمد لله سموك يعني ماشيين بالخطة الموضوعة على أكمل وجه، وإن شاء الله يعني ندعو المولى عز وجل أن يكفينا شر الأوبئة، وإن شاء الله يعني نقدر نحمي المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلد. اليوم سجلنا طال عمرك من بداية الأزمة 189 حالة مؤكدة للإصابة، آخرها اليوم حالة واحدة فقط، وأيضا هناك طال عمرك 30 حالة شفاء تم خروجهم من المستشفى، ونتوقع إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة سوف يخرج يعني إن شاء الله ما يزيد عن 10. أيضا سموك، موجود عندنا قمنا بإعداد 5 محاجر، عندنا محجر مستشفى جابر ومحجر الكوت ومحجر الجون ومحجر سيشل ومحجر الخيران، اللي فيها يعني يتم حجر الصحي للقادمين من الخارج، وهم يتمتعون الحمد لله بصحة وعافية، ويعني يشكرون سموك وأيضا الشعب الكويتي على ما يتلقونه من خدمات ورعاية صحية. سموك، المتوقع الأزمة راح تزيد في الشهرين القادمين، لأن ما زالت الأزمة في العالم بصعود،
ونتوقع بعد شهرين إن شاء الله راح يتم يعني تثبيت عدد الحالات، وبالتالي إن شاء الله يعني يكون في توقع في نزول هذه الحالات. طبعا احنا مترقبين يعني لوجود اي امصال جديده تظهر، وايضا اقتناء هذه الامصال لحمايه مواطنينا. وايضا طال عمرك هناك كثير من الادويه التي تم الاعلان عنها، ادويه علاج الملاريا وادويه علاج ال HIV اللي هو تساعد في الوقايه او شفاء هذه الحالات، وهذه الادويه جميعها متوفره بالكويت طال عمرك من بدايه شهر واحد قبل ظهور الحالات في الكويت، وكنا في استعداد لها. هذا طال عمرك بشكل مختصر عن الوضع العام. شكرا.